شوف النهارده مصر والمملكه العربيه السعوديه والتوقيع عن مصر السعودي النهارده، بديك نموذج بسيط. مفيش حد يعمل معاك شيء اللي هو شايف انت عندك انه البلد دي تاني بقول امنه مستقره، وبالتالي يبقى عندك النهارده الاشقاء لهم كل التحيه المملكه العربيه السعوديه، كل التحيه لسعاده سفير اسامه نقلي، كل التحيه للشعب السعودي الشقيق. اقول لكم هي دي مصر والمملكه العربيه السعوديه. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. في واحدة من خطوات تعزيز جسور التعاون المصري السعودي، وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم بينها وبين بعض الشركات المصرية السعودية بشأن الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، في حضور الدكتور أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة وممثل التحالف المصري السعودي. عقب التوقيع على المذكرة، رافق اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع سعادة سفير السعودية في جولة لمعرض الهيئة، تلاها مؤتمر صحفي للإعلان على تفاصيل المذكرة. علاقة فيما بين المملكة العربية السعودية داخرة بالشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تغطي جميع قطاعات التعاون فيما بين البلدين، سواء كان في المجال الصناعي، التجاري، المجال الاقتصادي، المجال الصحي، مجال الطاقة ومجال النفط، في جميع المجالات بدون استثناء. وبدون شك أن أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية جديدة هذه تشكل لبنة في صرح العلاقات التاريخية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، العلاقات التي ارتقت إلى مستوى الاستراتيجي في عام 2016 إثر الزيارة التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المعني بتعزيز التواصل فيما بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين بغرض التعاون والتنسيق والشراكة وخدمة المصالح المشتركة، ليس فقط على مستوى البلدين الشقيقين ولكن أيضا على خدمة القضايا الأمة العربية والإسلامية وقضايا السلم والأمن الدولي. الحقيقة النهاردة احنا في الهيئة العربية للتصنيع بنسعد ونشرف بتوقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وثلاثة من الشركات السعودية الشقيقة، وهي شركة أوكتا انترناشونال وشركة سيتي إيج وشركة الوبكو السعودية. الحقيقة هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات نتيجة التضامن العربي، والحقيقة بتعكس مدى اهتمام الدول العربية بالتعاون مع مصر. والهيئة العربية للتصنيع هي هيئة كل العرب، من اسمها هي الهيئة العربية للتصنيع، هيئة دولية عربية مستقلة، هيئة كل العرب. فاحنا بطبعنا وطبقا لتوجيهات فخامة سيادة الرئيس بنرحب بأي تعاون عربي في الهيئة العربية للتصنيع، لنعكس مدى التضامن ونعكس ان اسم الهيئة هو هيئة كل العرب، ان شاء الله لننتج صناعات ومنتجات تكون درعا قويا للعرب جميعا. فاحنا سعداء جدا بهذا التعاون اليوم مع الشركات السعودية الثلاث التي وقعنا معها اليوم هذه الاتفاقيات. مذكرة التفاهم النهاردة والاتفاق كان ده تتويج لاتفاق قبل كده تم من حوالي أسبوعين ما بين مجموعة ألوبكو الصناعية وأوكتا انترناشونال، مجموعة ديونز الاستثمار، وسيتي إيدج المصرية. سيتي إيدج شركة مملوكة لهيئة المجتمعات وزارة الإسكان في مصر وبنك الإسكان والتعمير، وطبعا فخر لتاج شركات التطوير العقاري. مجموعة ديونز الاستثمار مجموعة بدأت جذورها من 77، بتشتغل في 36 دولة في مجالات مختلفة، منها التطوير العقاري برضو والاستثمار والتصنيع في مجالات متعددة.
طبعا مجموعة ألوكو الصناعية مجموعة راسخة قديمة بتشتغل من سنة 75 في السعودية في مجالات الكونستراكشن والسبلايز حاجات مختلفة. حقيقة التحالف بيننا احنا الثلاثة في انشاء شركة للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية ناتج لوجود احتياج حقيقي لدى الأشقاء في السعودية في إنشاء مشاريع نوعية تلبي احتياجات سوق الإسكان السعودي. السوق السعودي طبعا سوق واعد وسوق قوي وفيه نظرة مستقبلية 2030 لسمو الأمير محمد، فإن شاء الله بإذن الله يكون لنا دور هناك. وطبعا تعاوننا مع الهيئة العربية للتصنيع ده شرف لأي حد، لأن احنا بنشوف كوادر قوية وكوادر عندها هدف وتارجت ليها بتشتغل على ان الهيئة بتاعتها هي بتملكها كقطاع خاص مش قطاع حكومي. فالحمد لله ان شاء الله بيكون في اعمال متجددة وان شاء الله يكون في استمرار لمشاريع كتيرة متنوعة وربنا يوفق بإذن الله. سمو الأمير محمد بن سلمان بيقود المملكة العربية السعودية إلى المستقبل، وفي الوقت دوت في متطلبات كثيرة في السوق السعودي بنحاول. المحاولة الأولى هي إن احنا نعملها من السوق المحلي، بس طبعا الصناعة في السوق المحلي مش مكفية حجم المتطلبات بتاعت الرؤية 2030. لجأنا طبعا مصر دولة مؤهلة صناعيا وإداريا لصناعة متميزة، فبدأنا من سنتين في الاستعانة بقضاة المصرية لتحقيق المشروعات وسرعة تنفيذ المشروعات في السعودية. لقينا ان برضو لازال المسألة محتاجة دعم اكبر، وعشان كده خلنا في اتفاقية اعم واشمل. طبعا الهيئة العربية للتصنيع هتخلينا في موقف اقوى بكتير جدا 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 للمساعدة لتحقيق هذه الرؤية في الفترة اللي جاية، سواء هي لعلاقاتنا في المملكة العربية السعودية وتنفيذ مشروعاتها أو لمشروعات أخرى الشركة بتنفذها على مستوى العالم. الشركة الحمد لله في الكام سنة اللي فاتوا حققت نجاح كويس في مصر، وبندرس فرصة إن إحنا نبقى متواجدين في السعودية، وطبعا بنختار الشركة معانا اللي هيبقوا موجودين معانا في السعودية، وهم الشركتين دكتور خالد والأستاذ خالد، هم بعض شركة في شراكة في السعودية. نحاول نطور بعض المشروعات الكبيرة في السعودية إن شاء الله، لكن بدراسة السوق السعودي وحجم الطلب وحجم الاحتياجات في السوق السعودي، لأن احنا لازم يبقى معانا شريك قوي يقدر يساعدنا في تنفيذ المشروعات المطلوبة هناك وحجم الوحدات المطلوب إنتاجها أو تنفيذها في السعودية. فكان اتفاق بيننا ان احنا احسن شريك نقدر نشارك معاه الشركه الهيئه العربيه للتصنيع، عشان ان شاء الله يبقى الموضوع اللي احنا بننفذه نقدر ننفذ الحاجات اللي احنا هنقدر ناخدها ونشتغل عليها في السعوديه ان شاء الله. تعاون مصري سعودي يؤكد اهميه تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في ظل زخم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه بينهما خلال الفتره الراهنه. محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليته.